أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ يوسف: ما رأي الشيخ حفظه الله في تلاوة القرآن بصورة جماعية بعد صلاة الصبح والمغرب مع توضيح المسألة بالدليل؟ لأن هناك من يتعلق ببعض كلام أهل العلم السابقين بجواز القراءة جماعة، وهل هناك ضابط للقراءة الجماعية؟ لم يقل أحد فيما أعلم من أهل العلم المعتمدين بجواز القراءة الجماعية، وإنما هذا من البدع والمحدثات، وكل يقرأ منفردا بنفسه عن الآخر. نعم.